يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. حلقه اليوم راح يتحفنا فيها الكابتن علي المدريع ويعطينا كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام، شنو التمارين الشائعه والاخطاء الشائعه والابتعاد عنها طبعا، كل هذا واكثر راح نشوفه في خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن علي المدريع، خلكم ويانا. مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، في هذه الحلقة راح أتكلم عن عضلة المثلثات. عضلة المثلثات تتكون من ثلاث أجزاء، عندنا الجزء الأمامي، هذا الجزء الأمامي لعضلة المثلثات، وعندنا الجزء الجانبي، هذا الجزء الجانبي، وعندنا الجزء الخلفي. في هذه الحلقة راح أتكلم عن الجزء الجانبي. بهذا التمرين راح اشتغل على الجزء الجانبي لعضله المثلثات. كبدايه انا راح العب بدون وزن او ممكن وزن الجهاز نفسه جوله، راح العب تكرار 15 بكل جوله. نحتاج بهذا التمرين نحتاج تركيز كبير، ونحتاج طريقه التنفس تكون جدا كبيره عشان اخذ انا اكسجين، ما احس بعد الجوله. ممكن احس بالدوخه، في بعض اللاعبين ممكن يحس بين الجولات في دوخه عنده لانه تمرن بطريقه خاطئه. راح ابلش التمرين بهالطريقه، انا راح العب مثلثات الجانبي. طريقه الراس لازم ما تكون في الاسفل كامل او تكون للأعلى كامل، لا تكون الجانبي، تكون مستوى الجسم، أو تكون للأسفل بشكل قليل، ما تكون بشكل كبير عشان الدم يكون واصل للمخ وما يكون في بعدها دوخة. هالطريقة راح أصعد أثبت، راح أنزل بطيء، ثبت تنزل بشكل بطيء، تصعد تنزل بشكل بطيء، المثلثات الجانبي. ممكن يكون الكتف هو مساعد عندك في هذا التمرين، تصعد تثبت كثر ما تقدر ثم تنزل بشكل كامل، تصعد كثر ما تقدر تنزل بشكل كامل. ما نحتاج نلعب طريقة سريعة لأن إحنا نبي نستفيد بهذا التمرين، فإحنا نبي كثر ما نقدر إحنا نثبت ننزل بشكل بطيء، ثبت ننزل بشكل بطيء. بس ما قلنا ممكن في بعض اللاعبين أثناء التمرين أو بين الجولات يحس دوخة، لأنه ممكن النفس عند الشرايين ما وصلت الأكسجين للمخ، فإحنا نحتاج نتنفس أثناء التمرين، ونحتاج الرأس ما يكون للأعلى كامل أو للأسفل بشكل كامل، ممكن يكون للأسفل بشكل قليل، ما في أي مشكلة. السحب يكون من الجهة الجانبية، ما يكون الكتف للأمام. إذا أنا بخلي كتفي للأمام ممكن أنا أستهدف العضلة المثلثات الأمامية. ممكن إذا كان شخص ثاني الكتف كان للخلف بشكل كبير، ممكن هو يشغل المثلثات السفلية أو تكون مساعدة بشكل كبير للجانبي. فالطريقة الأمثل أن تكون يدك في الجانب. ممكن يكون عضلة الأكتاف مساعدة لك بهذا التمرين، أنك أنت ترفع الوزن من الكتف ثم المثلثات
من الكتف الى متلفات. الجوله الثانيه ممكن انا ازيد الوزن بشكل بسيط. يكون انا ثابت قبل ارفع الوزن. راح احاول اثبت قدر المستطاع بعدين انزل بشكل كامل. انزل بشكل كامل. احاول اثبت. ما نحتاج نلعب سريع بهذا التمرين، ممكن إلا إذا كان اللاعب متقدم يبي يحط وزن عالي، بيكسر أوزانه، يشيل وزن جديد عليه، ممكن يلعب بطريقة سريعة ما تكون خاطئة، لكن اللاعبين المبتدئين ما أفضل أن يشيلون أوزان عالية عشان ما يكون في عندهم تمزق بالعضلات. أو ممكن يحس أن الكتف صار عنده ألم في مفصل الكتف، فالأوزان تكون أوزان متوسطة، ما تكون خفيفة ولا تكون أعلى من المتوسط، تكون متوسطة، تكون تكرار 15 إلى 20 بشكل كافي بهذا التمرين. راح ألعب الجولة الثالثة. أحتاج أركز تركيز كبير أثناء التمرين هذا عشان أستهدف العضلات المتلفات الجانبية. أنزل كامل، أصعد قدر المستطاع. ممكن إذا كان اللاعب عنده الجهة أقوى من جهة أو يعني الجهة ضعيفة، ممكن يلعب التمرين بشكل فردي، يمسك الوزن يلعب بطريقة فردية، ممكن يقوي عضلات العضلة أو الجهة الضعيفة عنده. في ممكن دامبل يستخدم الأوزان بالقرص، ممكن يستخدم كيبل، يقدر يشيل كيبل طريقة المسكة الفردية، ما في أي مشكلة، ممكن يقوي العضلة الضعيفة عنده. كذي احنا نكون انتهينا من الحلقة، أتمنى تكونوا استفدتوا، تابعونا في حلقات قادمة. بكذي يا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التمارين اللي أعطانا إياها الكابتن علي الدريع، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة باكر وتمارين جديدة وعضلات
جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.